بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية السنة ولا إذن جو ديفلوب سي لو فيرب ديفلوبي شنو هي؟ هي طورة جو ديفلوب يعني أنا أطور كيل ليفينمون أبورتي دون سو تكست كيل ليفينمون أبورتي دون سو تكست ما هي ليفينمون شنو ليفينمون كيل ليفينمون ما هي واش كيلي بعدا واش هي ما هي ولا لا كيلي شنو كيلي كيلي ما هي في الحقيقة ما هو في الحقيقة باللغة الفرنسية عندنا ما هو عندنا كال كما تنشوفوا عندنا ال وحده اذا كال ليفينمون يعني ما هو ليفينمون شنو ليفينمون ليفينمون هو الحدث شي حاجة وقعت شنو تسمى ليفينمون شنو هو الحدث في حاجة وقعت شي حاجة وقعت اذا ليفينمون هنا في النص واش تذكر لينا شي حاجة وقعت ولا لا النص واش تذكر لينا شي حاجه وقعت ولا لا شنو هي الحاجه اللي وقعت شي واحد طاح تهرس واش شي واحد بنى شي دار واش شي مدرسه واش شي احتفال تقام في شي مكان شنو هو الحدث اللي وقع هو طالب ساكت يعني ان واحد الطالب خذ واحد القرار ديال الصمت لمده سنه وهذه ما عمر شي واحد دارها اذا نتكلم عن حاله شاده شي حاله شاده واش اي واحد مثلا وقعت له شي حاجة تينو ديسكوت لا يعني ما عمرنا سمعنا إذا شي تسمى الحدث هذا الحدث بأنه شاذ شاذ يعني أنه خارج عن المعتاد يعني أن الناس ما تيعرفوش بحاله هذا الحدث ما عمر ما عاشو بحاله الحمد لله إذا نتكلم عن شنو حدث شاذ إذا نتكلم عن أن إيفينمون أنسوليت أنسوليت انسوليت يعني انه شاد اذا عندنا هنا كيل ليفينمون رابورتي دون سو تيكست اذا شنو هو المعنى ديال السؤال الا فهمتي السؤال غتفهمي الجواب كيل ليفينمون رابورتي دون سو تيكست ما هو الحدث الذي وقع رابورتي حصل رابورتي يعني الوارد تنتكلموا على هذاك ليفينمون بانه رابورتي بحال شفنا قبل قليل تنتكلموا على لافوا باسيف عندي المبني للمجهول نعطيك مثال اخر تنقولوا بعض المرات اوردتي الصحيفه كذا وكذا واحد الصحيفه سميتها كذا وكذا اوردتي الصحيفه في صفحتها الاولى يعني ان جابت في صفحتها الاولى اذا اوردتي الصحيفه كذا وكذا في صفحتها الاولى خبرا يتعلق بطالبين أخذ الرهانة على نفسه بأنه سيبقى صامتا لمدة سنة إذن هي جابت في الصفحة ديالها شنو؟ هذا الخبر إذن ماذا سنقول؟ إذن سنقول مثلا لو كوتيديان فرونسي ليبراسيون أغابورتي دون سا بروميير باج مثلا ليفينمون كونسيرنو مثلا أن إتيديون أمريكان كي أونتامي جودي ديرني مثلا اون بيريود دو 12 مو دو ميتيسم توتال جريده لا ليبراسيون اوردت في صفحتها الاولى مثلا خبر متعلق بالطالب الامريكي الذي سيبقى صامتا لمده سنه فهمت ولا اذا سنقول لو كوتيديان فرونسي اغابورتي يعني انها اوردت اذا هنا تنتكلموا على المعلوم تنتكلموا على الجريده معروفه هي اللي جابت ولكن هنا عندنا كيل ليفينمون رابورتي دون سو تيكست ما هو الحدث الوارد المورود كما لو نقول دون سو تيكست في هذا النص اذا ما هو الحدث الوارد في النص اشنو اذا سنقول ليفينمون رابورتي دون سو تيكست سي انتيديو امريكا ها ايل ها سيلونس كي va rester silencieux pendant un an. Fahmti? Idan sanaqul il s'agit mathalan d'un étudiant américain qui a entamé mathalan jeudi dernier une période de 12 mois de mutisme total. Aw naqul mathalan l'événement dans le texte concerne le début du silence total d'un étudiant qui durera un an. Idan hiya tatam wahed el bidaya lan el sayed ra bda l'événement dans le texte concerne le début du silence. Concerne le début du silence
توتال دان ايتيديون امريكان كي ديغا ان نو. اذا الحدث الوارد في النص ليفينمون دون لا تكست يعني الحدث الموجود في النص كونسيرن يعني انه يهم. اذا سنقول مثلا ليفينمون دون لو تكست كونسيرن لو ديبي دي سيلونس توتال دان ايتيديون امريكان كي ديغا ان نو. اذا نتكلم عن سكوت طالب امريكي الذي سيستمر لمده سنه او نقول il s'agit d'un événement insolite يتعلق الامر. هذه il s'agit تتقال بحالك المقصود به يتعلق الامر. هذا الامر تيتعلق باش يتعلق d'un événement insolite كما قلنا الان يتعلق بحدث شاذ. شنو هو حدث شاذ؟ حدث شاذ يحصل لأحد. لا يحصل لأحد يعني أنه ما معروفش هاد الناس يعني أنه ما معروفش في المجتمع يعني أنه ما معروفش واحد المجتمع مثلا هذاك المجتمع ما معروفش عدو هاد العادة لأول مرة تتوقع. نسميه باللغة الفرنسية شاذ. باللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية سنسميه événement insolite تيتسمى événement insolite. insolite يعني أنه حدث شاذ. فهمتي؟ عندنا نقطتين إذن غنفسرو ان ايتيديون امريكان اذا نتكلم عن طالب امريكي دينو يعني باسم دينو يعني باسم دوبريت بانف دوبريت بانف ديسيد ديسيد شنو ديسيد ديسيد سلاغاب ديسيد 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 شنو ديسيد هو من كلمه لا ديسيزيون لا ديسيزيون يعني القرار ديسيد قرر شنو قرر ديسيد دو نو بلي بارلي pendant un an يعني انه ما يبقاش يهضر فهمتي ماشي دو نو با بارلي دو نو با بارلي يعني انه لا يتكلم ولكن هنا عندنا دو نو بلي بارلي اذا نتكلم عن كلمه بلي كما قلنا فيما سبق تتعني بان الامر كان وما يبقاش يعني انه كان يتكلم وما يبقاش يتكلم اذا ديسيد دو نو بلي بارلي pendant un an يقرر بانه لن يعود يتكلم pendant un an شنو pendant un an لمدة سنة لمدة سنة. إذن il s'agit d'un événement insolite un étudiant américain طبعا غنشرحوا هاد l'événement insolite اشنو المقصود بها un étudiant américain يعني طالب أمريكي du nom de Brett Banff. إذن باسم Brett Banff هذا هو الاسم ديالو بمعنى آخر décide de ne plus parler pendant un an يعني أنه يقرر بأنه لن يعود يتكلم لن يتكلم بعد لمدة سنة. في السؤال الثاني او ليفينمون رابورتي اتيل ليو او ليفينمون رابورتي اتيل ليو اتيل ليو شنو المقصود بهذا السؤال او ليفينمون او شنو هي او اين ليفينمون شنو هي ليفينمون ليفينمون الحدث الحدث اذا او ليفينمون غير هذه شرحيها شنو المقصود بها اين يوجد الحدث أين ما قالش يوجد أين الحدث أين الحدث إذن غير هذه أين الحدث غتقربك من السؤال إذن علاش غيقدروا يسولوك أين الحدث يسولونا أين الحدث إذن أين الحدث شنو يقدروا يسولوك شنو السؤال اللي ممكن يتطرح من خلال النص داك الشيء اللي قرينا في النص وفهمناه أين الحدث أشنو المعنى ديال السؤال يقدر يكون أما الفهم ديالك أنت واحد السيد عاود لك هذه القصة بأنه واحد الطالب غيبقى ساقل لمدة عام علاش احتجاجا على ذاك الكلام الكثير اللي في المجتمع اللي عنده ياك غنقولوا اين ليفينمون اين الحدث علاش يقدر يكون هذا السيد سولك غادي يكمل السؤال وما سمعتيش الكماله اذا علاش غيقدر يكون هذا السؤال تيدور اين الحدث هي فين الحدث في النص والنص راه كله تيتحدث على الحدث اذا كاينه واحد اين اخرى حنا تنتكلموا على الخبر تنتكلموا 30 سنه بصيغة مزيانة شنو غنقولو أين فين أيوا فين هاش كملي ليا باش تكمل واحد الجملة عندها معنى فين كاين الحدث فين كاين شنو المقصود بها فين كاين في النص لا في النص حنا تنتكلموش عن النص الحدث راه تنتكلمو على الحدث في الواقع الحدث راه تنهضرو على الحدث اللي واقع في أمريكا خلي النص في أمريكا إذا السؤال علاش يتكلم فين وقع الحدث فين وقع الحدث فين وقع الحدث هذا هو السؤال الصحيح فهمتي ولا إذن هو اللي عندك هنا أو ليفينمون غابورتي أتيلو ليو إذن أين الحدث الوارد تنتكلمو على الوارد بالنص غابورتي دون لو تيكست غابورتي هنا راه دون لو تيكست ما كملوش الكلمة غابورتي راه معروف بلا ما نكملو لك حنا فهمتي ولا
إذن أين الحدث الوارد؟ يعني الوارد بالنص. بمعنى آخر إلا بغينا نكمل السؤال، بمعنى آخر إلا بغينا نكمل السؤال غنقولوا أو ليفينمون رابورتي دون لو تيكست، أين الحدث الوارد في النص؟ عاد غنكملوا السؤال. أتيلو ليو، أتيلو ليو يعني أنه كان له مكان. فين كان ليه المكان؟ المقصود فين وقع؟ فين وقع؟ لو ليو هو المكان. إذا نقول عن شيء أواتيل إيليو أين كان له المكان؟ المقصود أين وقع؟ فين بلاصة عنده المكان؟ شنو المكان اللي كان عنده؟ أين المكان الذي وقع فيه؟ إذا هذا الحدث اللي حكيتي لي المكان ديالو فين هو؟ فين وقع؟ أمريكا. إحنا غنجاوبه بأمريكا. إذا ماذا سنقول؟ إذا سنقول ليفينمون أ إيليو فين؟ أ راه كاينه في النص. دون أمريكا. ما كاينش أمريكا. أمريكا. استنادا على النص، ما تقوليش حاجة من عندك، فهمتي؟ أنا مكتوب أنا أمريكا. فين هي؟ هذاك أمريكا، هذاك الطالب، طالب أمريكي. أه. شنقولوا؟ نيوجيرسي. نيوجيرسي، راه مدينة، راه ولاية هذه، راه ولاية نيوجيرسي. يعني ولاية أكبر من المدينة. إذا ماذا سنقول؟ ليفينمون كونتوني دون لو تيكست، يعني الحدث المتضمن في النص سي ديغولي. سي ديغولي. سي ديغولي يعني أنه وقع. نيوجيرسي. إذا ممكن أننا نعطي هذا الجواب. الحمد لله. ليفينمون كونتوني يعني أن الحدث المتضمن دون لو تيكست في النص سي ديغولي. سي ديغولي يعني أنه حدث. نيوجيرسي حدث بجهة نيوجيرسي. أو بيان ليفينمون انكلو دون لو تيكست ا يو ليو ا نيوجيرسي. يعني بنفس الطريقة الحدث المتضمن في النص كان له مكان في نيوجيرسي، يعني أنه حدث بنيوجيرسي. أيضا ليفينمون رابورتي ا ليو، ليفينمون رابورتي يعني أن الحدث الوارد ا ليو أو زيتازوني، يعني أنه كان له مكان في الولايات المتحدة. شنو هي الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة هي أمريكا. شوف أمريكا عرفناها، ممكن أننا نقول هذا الحدث وقع في أمريكا، ممكن أننا نقول بأن هذا الحدث وقع في أمريكا، أو نقول بأن الحدث وقع في الولايات المتحدة. شوف هنا إيطا، إيطا زيني. علاش أمريكا سميتها ولاية متحدة؟ علاش أمريكا سميتها الولايات؟ هذه اللي غنشرح لك دابا. إيطا زيني، شوف هنا إيطا، إيطا المقصود بها دولة. لو ماروك ستانيطا، لو ماروك ستانيطا، المغرب هو دولة. إذا نتكلم هنا عن الولايات، في الحقيقة بحال تنتكلموا على الدول المتحدة. إيطا زيني، إيطا هي الدولة، ولكن حنا تنترجموها بالولايات المتحدة. طبعا الحال أمريكا بحال فيها بزاف ديال الدول. قارة. ممكن نسموها قارة، فهمتي؟ هي بحال فيها مجموعة دول، ولكن الفرق بينها وبين الدول الأخرى هو أنهم متحدين، تحدوا داروا قانون واحد، عندهم ملك واحد، عندهم رئيس واحد، عندهم رئيس واحد. الرئيس تبقى تنتخب تدوز واحد المدة، وما عندوش الحق يفوت جوج الولايات، يعني لعجب الناس يقدروا ينتخبوا مرة أخرى، يبقى خمس سنين أو أربع سنين ويعود يتبدل، ولكن ما عندوش الحق يفوت جوج المرات. إذن كما قلنا ليفينمون غابوطي أليو أو زيتازوني دون ليطا دي نيوجيرسي، الحدث الوارد أليو أليو يعني أنه كان له مكان، أليو يعني أن له مكان، المقصود أنه حدث أليو أو زيتازوني يعني أنه حدث في الولايات المتحدة دون ليطا. شوف هنا تنتكلموا على بزاف ديال لي زيطا. أوني شنو هي أوني؟ أوني هذا لو فيرب أونيغ، لو فيرب أونيغ يعني وحدة. إذا نتكلم عن هاد لي زيطا، إيطا بطبيعة الحال تنتكلموا على إيطا بأو كبيرة تتعني الدولة، أما إيطا بأو صغيرة تتعني الحالة، فهمت ولا لا؟ نتكلم مثلا عن السيارة نقول أون بون إيطا، أون بون إيطا يعني في حالة جيدة. نتكلم عن السيارة سيت أون فواتير، سيت أون فواتير أون بون إيطا، أون بون إيطا. إذا نتكلم عن السيارة في حالة جيدة هذا إيطا، ولكن مكتوبة بأو صغيرة. هنا عندنا إيطا مكتوبة بأو كبيرة، شوف أو ماجيسكول. إذا هذه تعني الدولة، عقل عليها، تتعني الدولة. داروا لها أو ماجيسكول باش ما تختلطش مع كلمة حالة. إيطا كمان نقول بأن تتعني واحد الاسم معين،
إذا نتكلم عن إيطازوني يعني الدول المتحدة، كما تنقولوا إحنا الولايات المتحدة، دولتا وقع في الولايات المتحدة في ولاية، إذا هو وقع في الدول المتحدة في دولة كما نقول. إذا ليطا ديالهاش ليطا دي نيوجيرسي، يعني أن الحادث وقع في ولاية نيوجيرسي بالضبط، هو وقع في الولايات المتحدة عموما ولكن بالضبط وقع في نيوجيرسي. فهمت ولا لا؟ إذا هذا هو المعنى ديال الجملة، ليفينمون رابورتي ا ليو او زيتازوني دون ليطا دي نيوجيرسي. كالي لو بيوت بوسويفي باغ لو بيرسوناج، ما هو الهدف المتبع من طرف الشخصية؟ بوسويفي اش من فيرب هذا؟ سي لو فيرب بوسويفي، سي لو فيرب بوسويف، سي لو فيرب بوسويف، تيتصرف بحالو بحال لو فيرب سويف تابع. إذا لو بيوت بوسويفي، إذا نتكلم عن الهدف المتبع، إذا اشنا هو الهدف المتبع من طرف هذه الشخصية؟ إذا لو بيوت poursuivi par le personnage, الهدف المتبع من طرف الشخص est d'observer la société et d'écouter les gens parler. الهدف ديالو المتبع بحال تنتكلموا هنا على واحد الطريق رسمها هذا السيد هذا باش يوصل لواحد الهدف اكبر. اذا le but poursuivi par le personnage est d'observer la société et d'écouter les gens parler. اذا حتى لا نطيل، نتابع في الحلقه القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.